السلام عليكم متتبعي قناة طرسينا ومرحبا بالمتتبعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نطرقوا كيفية ترشيم ديال هاد الرشمة. هاد الرشمة موضوعة على الجلابة، غادي نوريكم التقنية ديال اخذ المقاسات. بالنسبة للرشمة اللي عندنا ما عندهاش، ماشي من النوع اللي عندها البداية ونهاية ديالها، عند البداية ولكن ما عندهاش النهاية كيف ما تلاحظوا، وايضا فيها اليمين وفيها اليسار، يمكنش ترشم بها في جهة اليمين وأمينتون نهزوها ونرشمو بها في جهة اليسار، لأنها لأنها رشمة يمينية وأمينتون حنا خصنا نستخلصو الرشمة اليسارية ديالها. إلا بغينا نستخلصو اليسار ديالها فبحال هاد المسائل، بحال هاد الشكل هذا، خصنا نطراسيو الأمام ديالها مزيان بحيث أنها تبان لينا الخلف ديالها، وغنحصلو على هاد الخلفية هاد ديال هاد الرشمة. هكذا حصلنا على البداية ديال الرشمة من هاد جهة اليمين، والرشمة الأصلية من جهة اليسار. فولات عندنا جهة اليمين، بقات عندنا داك الجانب اللي ما كاملش فيه الرشمة يبقى يجي من التحت، ومن جهة العنق غيكون عندنا الرشمة مقادة. يعني هنا دابا البداية ديال الرشمة مقادة عندنا في اليمين، وهذه في بداية الرشمة أيضا مقادة من جهة اليسار، باش الوراقي اللي عندنا في جهة اليمين اللي عندنا في الرشمة الأصلية تيشوفو غير في اتجاه واحد، وحنا خصنا نحولوها بحيث أنه الوريقات يكونو تيتقابلو مع بعضياتهم. فبهاد الطريقة ممكن نحصلو على اليسار ديال الرشمة واليمين ديال الرشمة بطريقة سهلة. دابا غادي ندوزو للتطبيق ديال الرشمة، غادي نقطعو الحد ديال الرشمة باش ملي بنحطوها نحطو السنتيمات يديولها مقادين. غادي نحط ان سنتيم لان هاد الجلابة غادي تلقى بالعقيق، غنحط ان سنتيم ما بينها وما بين الخياطة، وتمنية سنتيم من الفوق من جهة الطوق، باش القب منين عيتحل ديك تمنية سنتيم راه تحل مع القب، فمن عيتحل عيتحل ديريكتومو على الطرزة، فما يكونش خطأ انه يكون رشمة يخبي منها نص القب. فهاد القضية تلقاها في جميع بزاف تيكون بزاف تيديرو المبتدئات، انهم تيطرزو وتينساو بان القب راه تيطيح تطيح على الجنب ديال الرشمة، فضروري ما تحسبو 8 سنتيم ولا 7 سنتيم. وبالطبع الرشمة على حسب الشكل اللي انت بغيتي، شحال لي سباس ديالها ما بين سفيفة او ما بين الراندة، على حسب النموذج اللي عندك شحال تخلي، واش 1 سنتيم ولا 4 سنتيم. بحال مثلا هاد الجلابة هادي غادي تدوز بالملاقية ديال العقيق من القدام، فمحتاجة فقط غير 1 سنتيم ما بينها وما بين الملاقية. دابا هنا حطيت بكربون ديالي لتحت من بعد ما خديت المقاسات، وغادي نكمل الرشيم بطريقة سهلة وما غادي يكون عندي لا اخطاء لا والو. نخليكم مع التتبع ديال المراحل ديال الرشيم، وشكرا. متنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس الى استفدتوا من هذا الفيديو، وبالتوفيق. خلي لي الكومونتير ديالكم، وشكرا وبالتوفيق.